عليكم الحين. اسوي الحين قصدك الحين؟ ايه. ايوه ايوه. سلك فعالية. اي حلوة. تشوفون الأصوات اللي بها أمل. اللي به رجاء. امشينا. رجاء مولده. ها؟ يلا استريحوا. حبيت حلو والله فعلا. ايش رايك بالله؟ يلا. اسمع. والله يلا. لجنة يلا. أفكار ما عليك. يا محمد عيسى لا تفرط بي، أنا عندي أفكار أوكي ولا مو أوكي. أنا ساعدكم معهم بعد. أفكار ساعد وغير. أفكارك ما تطلع عقب الدلمة، ما يبونك. اسمع. عليان خارج لأن عليان منشد ترى. إيه ده إيه ده. إيه. عليان إيش؟ دقيقة منشد قوم يا عليان. موضوع. قوم بعلمك قوم هناك في اللجنة. أنتم لجنة، أنتم منشدين لجنة. وحنا بنغني اللي فيه امل ايه ايه كل واحد يحط درجه سجل سامي من 10 حطوا درجه وجمعوها ذمه امانه ايه من 10 والله ما جامد اي ذمه امانه اللي فيه امل قديم ينشد كل واحد يجيب احسن لحن عنده ثاني ثالث ايه كان ايه كنا فاشلين كلنا نقول فاشل ما ابي حسب شوف اسمع كل واحد عنده درجه من 10 كم واحد من 10 قديم من 10 واحد تبون شيله مثلا موحده ولا واحدة لا كل واحد يعطي الشيء اللي يقدر يعطيه بصوت أول شيء يبدأ بندر ترى بندر صوته حلو اي بندر صوته حلو من قيمة ايه خذوا رقة خذوا رقة لا تعطيه باص لا ما عليك كل واحد نتشاور خذوا رقة خذوا رقة أنتم تشاوروا فيما بينكم سجلوا النتيجة النهائية لكل واحد لازم لا كل واحد يعطي درجة الرقة اسمع اسمع رقة بس فريق ما يحتاج أعلم أنت تعرفون تبيها ذمه خلاص ذمه وأمانة 50% تسويق كل واحد راح يعلق على واحد ترى لا 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 دقيقة دقيقة نشتغل على الأقل يلا دقيقة بتطول أنا ومناحي وسلطان وبندر بالغرب صور الباقي بنحكم أصوات حبيبي حنا حنا اللجنة كلها أصوات كلها تكثر اللجنة أخوي أنا معكم على صوتي زين أنا قصدي لا أنت ما فهمتني قصدي أصوات أصوات بنرد وبنقيم أصوات لا لا حلو آه هم طلعين فيما بعد فيما بعد مو هم حنا مو لجنة يعني هذا حنا مو حنا بلجنة أنت أول شيء يلا يلا يا بده ترى وينكم ابدا عادي عادي يلا مدير شيخ خافوا على الناس من كثر العتب والملام يكفي ظروف الحياة اللي يعيشونها عيشوا حياة التسامح والوفاء والسلام ولا تجرحونا النفوس ولا تضرونها ولا تجرحونا النفوس ولا تضرونها بندر الآن أبي نزول شوي بالصوت خفوا على الناس من كثر العتب والملام صوت جهوري فقط يكفي ظروف الحياة اللي يعيشونها عيشوا حياة التسامح والوفاء والسلام ولا تجرحونا النفوس ولا تضرونها ولا تجرحونا النفوس ولا تضرونها يلا التقييم شباب فارس دقيقة كل واحد يتكلم دقيقة يمكن ندفع أكثر عن دقيقة يمكن ندفع أكثر طيب جميل كلام ناحي كل واحد يوجه نقطة حلو أجلس من يبدأ فيكم أنت طيب أولا يا أخ بندر صوتك ما شاء الله جميل يعني تصلح طال عمرك في العرضات صوتك جهوري طبقة الصوت عندك ما شاء الله مرتفعة تحت عادية جدا 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 بس فوق يعني حق عرضات يعجبنا عدم المجاملة لا صدق والله انا اثق فيك والله اي والله التقييم عند عليان عندك خامة صوت في الطبقة العالية عندما قال اخوي فارس في العرضة مديك تطور نفسك وتوصل مرحلة يعني ما تتوقع انت صدق حلو بيض الله وجهك انا ما ازيد عن كلام اخواني واثق فيهم في ارائهم الجميلة اللي تشبههم لا شراكة شباب حلوة نفس الكلام يعني عندك برفعة الصوت ما شاء الله لا يعلى عليه لكن في النزول نزول في النزول نزول بس في الرفعة رفعة يعني أنت وهذا أهم شيء ترى في حركة هاي خلاص يعني 8.5 من 10 طيب
طيب اسمك الله يسعدك. ضبط الوضع. ونعم ونعم مريت علي صح؟ دين شاركت في سكريبت اثنين ها؟ ما مريت علي جد. طيب عندك ميزة لا تلعب بالنار يا سعد. عندك ميزة انك تمسك التون على تون واحد ما تطلع برا اللحن. هذه ميزة اشكرك عليها. الله يطول عمرك. لكن ما راح تفوز الا بالتصويت. صوت كثير عشان تفوز باذن الله. يعني نقدر نعطيكم مثلا لون ثاني او صوت ثاني على طاري العرضه. يلا نعطيك فرصه يلا لو اسمحوا لي اخواني. لحظه لو تسمح تفضل سعد الان احنا في سعد ذمه وضمير يعني تمريرات الرسائل لا تردون خلاص تجاوز كمل لا ما تتجاوز هذه لان هذا صراحه تقييم انت الحين بتطربني ولا لا ما طرف هذا قاعد تطربني لا ما طرفك انقد صح طيب انقد صح الحين بنقول بنعطيك يمكن لون ثاني يمكن يبان معك الصوت او انا عن نفسي اعطيه اعطيه فرصه بيتين بس انا اعطيه بيتين 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 يقول وانا لو طار صل على النبي يا شيخ انا ما سيب صل ما شاء الله ما شاء الله وانا لو طار راكب قول ما شاء الله اصبر اصبر ما شاء الله وانا لا وانا لا طالت المده تكلم بجازيه بصنيع والذي ما يعد كفايده لا تعده راس مال والذي ما يعد كفايده لا تعده راس مال والذي ما يعدك لا تعده وانا لو طالت الشده تكلم بجازيه بصنيع والذي ما يعدك فايده لا تعده راس مال والذي ما يعدك فايده لا تعده راس مال لا 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 لجنه لجنه حمست انا اعطيك تقييمي بالصوت الجهوري 7.5 من 10 زين لا تتعب تهمين لا الحين لا الحين خذها كاش علشان لا العدد والله ايه يلا يلا هذا برم 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 لا تعلمونهم كذا اعطيتوهم سجلوها انت اخر شيء علمهم اي اخر شيء علمهم كذا تجي مسابقه حلوه صدق انا عن نفسي بعطيكم والله ما جاء خلاص لا تعلمونا كم الدرجه تكلموا بدون درجه عشان اشوف المركز الاول ثاني كل واحد يعطي ازياء دقيقه الربع لا لا عندكم الاولي راعي الاول ما يلحق سجل الاسم محمد الملحم شوف عطره ما عنده ايه سجل الاسم وحط كم اربع فراغات قدامك كل واحد يسجل اسمته امسك الصف والعب يا لعوب واشري يا ليلي والملعب سارة من شمال وجنوب للغروب عزية عذب الله من الشيطان دور غيرها اخوي محمد غيرها غيرها راعي الهوى ما يهم اللي يعزلونه مجنون متوى هذا صفر ها؟ طيب هذا يمشي بالسالفة هذا كم صفر؟ اصبر والله ترى صدق خلاص خله باقي نواف خلاص محمد لا 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 والله لا يكملها اربع ابيات لا تخرب الفقرة اياه 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 اربع ابيات وشي مجنون عدها لك بصوت تموت تحب شايبها تموت تحبها عطل البيت راعي لها وما يهم اللي يعدلونه ها راعي لها وما يهم راعي لها وما يهم اللي يعدلونه اه ما ادري مجنون مطلع الحب مجنون يموت يحب احب شايبها بدون تصور سبعة اي قصيده خلاص الحين ما ادري عشان ما قول اهم شيء عشان الصوت صح الجاد اللي في بحب الوضح من هذا جادل اللي بحب الوضح من هبله مدري وش اللي رماني بين يديها ما تحفظ لنا قصايد جدها فبله والضيع ابياتي اللي قلتها فيها
نواف نشوف مناحي صوت مناحي نواف نواف ما تسمعنا غير القرية العالمية ما قصرت النفس دون شفوف عد عد عيد عيد اثنين الله يا اي بنقيم الحين عقبين بنرجع احنا غير نخطط بنرجع ونعلم ليش اعطيناك كذا فهم ازين واليا بغيت انتهج عيات تزوع القدم الله يصيب العدم والله يصيب الظروف والله يصيب الظروف اللي تجيب العدم طيب نرجع لمحمد الآن بنقيمه محمد تقدر ترفع صوتك زيادة فوق يلا بيت واحد عشان الوقت يا كذا غنى لك الجاد ما خلاص 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 انتهينا لا دي والله دي الجاد اللي بحب الوضع من رحالي الجاد اللي بحب الوضع من هابله ما تحفظ الا قصه لعبت انا في الابيات دقيقه بيزعل علي حزمي الجاد اللي بحب الوضع من هابله بس الحين انزل تحت ما ادري وش مدري وش اللي رماني به زوج تلا يطوي اجلس اتقطع الابيات والشيله يلا بسرعه انجز ها اثنين من عشره مع المرشدين اقطع عليك انت نواف وانس وانس ضحك علي بعد انس تضحك علي ضحك انزل شطر واحد يلا بسرعه عشان الوقت ما ادري وش اللي رماني بين اياديها طيب نواف ابي اللي قلتها قبل شوي ابي شطر واحد بس نزل طبقه الصوت على الهادي على الهادي على الهادي على الهادي والله يا ما انس ليش ما تاخذ الشاي اعطونا صدى يا اعداد يا عيال يا عيال اعطونا فرصتهم رجاء تكلموا ما فيها الكفايه احنا عندنا فكره وعندنا فقره جاي نكملوها دقيقه والله شباب شباب هذه الفقره تخدمكم كلكم والله صدق عاد انتم تبون تبون انتم رجال طال عمركم عشان يقول بعدين يقول من اخي الصوت صوت واحد عادي رجال طال عمرك والله صدق ما بزين هذا رجال يقول اسكت يعني الحين دقيقه والله المشاهد مستمتع بالفقره صادق والله لا تخرب الشباب اللي بخرب الفقره ترى في سته سامي عندنا بقول لا كلمه صراحه في سته سامي خربوا فقرات رسميه سمعتوا خربوا فقرة أول شيء محمد بندر وفقرتين ترى محفوظة اسمهم عندنا ها وخربوا فقرة عبد العزيز صقر ومع أنهم هذول يوقفوا معكم ترى الشباب نفس اللي خربوا طالعين بيخربون عليهم أوكي لا هي من الآخر هي كذا أنت يا بابا كنت بس أسلم كم عايد على الهادي الله يا ما قصرت النفس دون شفوف وليا بغيت انتهج عيات تزوع القدم بس ممتاز ناحي اربع ابيات ها اربع ابيات حلو بعدين ترجع لا محتاج انا عارف عارف الآلية ايه شكوك عندي يا خال عندي من اليقين عندي سؤالين ما عندي لا اجوبه واجب على الشاعر يكون الوحيد الحزين ولا يكون الجميل اللي جماله هبه انا عشان انجح اجيب الوسامه منين بديت اشك انها بديت اشك انها جزء من الموهبه اذا على الشعر عندي واجد المعجبين
واذا على الصوت ما عندي ولا مجامعه. سلام الاداء صراحه صوتك صوتك يا مناحي. يلا عبد العزيز صقر تقييمك على الاداء. او معلش لا التقييم تالي. يلا انا سجين عند انس بس دقيقه ولد انا ما اخذت مني لا جواب ولا قرار. انت انس سويت لا مو قضيه لو سمحت سويت القرار والجواب. شباب لا أنا أثق فيك بدون استثناء. طيب لا تخيب ظني يا أستاذ أنس. ما عندي كلمات دقيقة خليني أتذكر كلمات. أي شيء بيت ورشاقة يا خوي الجام. يلا يا خوي الجام يلا اليوم تروح لك طلع يا خوي الجام بلا عاد تلحقني ملام. والله مضبوط تدري 10 من 10 تعيبه تلس والله صوتك هزيل 10 من 10 يا ناس عشان تعيبه واحد من اللجنه ضحك تعيبه صوت هزيل طلب طلب تعيبه برا في شيء بالله برا بالله لك شيء لك شيء انا انشهرت تغنيتها دائما التمر بيشه غنى عنها صوت عالي انا هذيك طبقه عاليه بالله اعطني اعطني بعطيك بعطيك دقائق بس يا خوي الجنب لا عاد تلحقني ملام وانت ما تدري شل يشيله منكبي وشيله منكبي الخفايا بين حدن الضلوع على هالمقام الخفايا تحمس اعليات مش ما حافظ كلمات ولا ودي لا حق لا دمه تبي طبقه عاليه طبقه عاليه طبقه عاليه عنده احساس انت طبقه عاليه عاليه اسمع التمر من تمر بيشه والماء من سدال فهد يا ولد 50 من 10 ما عندي انا ما جاء من جدا حتى النزول يا غرغر اللي هنا غرغر لا عشرة لا صدق حتى الناس انا استنى مو زعلان انس اكثر واحد ما ينسى انت زين يلا صدق لا ما انا ثمانية ذمه يا رجل صوته والله في احساس والله دقيقه دقيقه عشان انس 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 يا ربع دقيقه ارى فقره دقيقه يا سلطان مهدر سلطان مهدر اعطوه هذا سلطان دقيقه عاد يا اخوي الجن صوت زين يلا غمض 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 يلا يلا عشان تمشي بالله بالله دقيقه بالله دقيقه يا خوي الجام بلا عاد تلحقني ملام وانت ما تدري وش اللي يشيله منكبي الخفايا الموضوع عندك يا ولد عاد من طرف ابو بندر يا اخي ما جاي من طرف ابو بندر استبعاد استبعاد انت كم سبعة خلاص سعد ذمه ذمه ترى والله ما ذمه على الصوت هذا عشان انا لا والله صدق لو يجي فيصل الصوت الاول الاول ممتاز ازي صوت ابو ها كم مصدوم لا يا حبيبي انت بيع ذمه ليه وين 9 من 10 لا معليش الحق لا صوت جميل كسبت والله انا والله غارس راح نرجع الموضوع كل واحد مسؤول على ناس يلا يا ابو صقر انت دقيقه يلا ألا يا واجد روح جارحتها سن عليك صوادي فالليال وموجعتها وعين ما تذوق النوم ساعة على اللي سافرت ما ودعتها سلام عليك ألا صوتك يا ولد 60 من 10 كفو على يا هو ايش تبينا سعدة سارة هرة شباب طيب عطنا صوت منخفض صقر ألا ألا يا واجد روح جارحتها
صوادي فالليال وموجعاتها وعين ما تذوق النوم ساعة على اللي سافرت ما ودعتها. عشت ابو صقر عشتكم. ما في مجاملة راضي جامد اعطينا علوه كذا خلاص والله. شوف نظره علي لي النظام علي يقيموني. يلا تم غني اسكت. ما في دقيقه لو يجي اخوي هنا من امي ابوي ما انا من كم الصوت قبل الصوره. ايه امي خمسه ست عندي شعور. سعد طيب اللي بعده علي لا بنرجع له لحظه علي يلا نروح ناخذ دور علي بس مشكله اصبر عطني واحده سعد يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس تتكلم ارفع وقلوب الاحباب ما تكسى ورب البيت واللي يفارق حبيبه يا عرب يندم. نزل الرتم بدون تصفيق نزل الرتم. هلا يا موت يا جبار ألا حسبي عليك الله خذت أغلى البشر عندي وهو وحيدي الجلاس. الله مهذب خل بس النظارة دائما أنا الظاهر الظاهر أسمع في لبس النظارة أنا لبس النظارة عشان أسوي مثله. الله ولد انت نظرت خلنا نغني له اسبوع خلنا نصوت قبل راكان راكان اخوي مهذب اخوي مهذب بنرجع لك بس دقيقه راكان نخلص مره راكان يلا راكان كيف الكرك بدون استهبال ما في تقييم تقييم في نقاط طاط بدون استهبال من علم هذيك يلا من عندك سمع حقتي الوجه اللي دخل يلا هذا الميكروفون لا هذه عشان الاحساس يطلع خبرت حد يبكي على واحد يبكي خبرت واحد خبرت واحد انطف المايك شغل المايك سعود اخوي صوته احلى من صوته شباب سعود احلى منك انت شباب 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 معليش يلا عيد قالك حطوني لا 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 كمل يلا يلا عيد ركان خبرت واحد يبكي على واحد يبكي خبرت واحد مسجون ما يبغي فراجه اروح المكان الخابر خابر حياتي خيرت طيب نزل الصوت نزل نزل يا صوت هادي هادي خبرت واحد لا هادي هادي غنى ريحيه خبرت واحد جه فارس ركز يا لجنه يلا خبرت واحد يبكي على واحد يبكي خبرت واحد مسجون ما يبغي فراجه خلاص اروح المكان الخاص بالله ايش اطلق صوت منخفض ولا شيء تجي درجه ذمه تركيب ولا كامل انا هذا فوق فوق التقييم نواف عطوه صفقة يستاهل ها لا لا نمشي بس بالدور الشباب انا والله ما احب الظلم دقيقة صوت لا 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 لحظة يا ربع انتم تبونها ذمه وامانه ولا خليناها استهبال لا ما نبي استهبال خلاص اسلم يا مهذب استهبال نستهبل دايما مهذب يلا انت اللي قلبي معك يا صاحب تالي انت
الان جمس حداها صار دوري تلا بثالث وقام الجمس انت اللي كنا يثور دنا متم بالارضية تلا بثالث وقام الجمس انت اللي كنا يثور دنا متم بالارضية مهذل عطها نزول بيت نزول اشوفك كل يوم واروح عسى النظرة ترد الروح اعيش فيها عشان بكرة عسى الليل اللي كل جروح لا مو سهل نفس الشيء يلا سلطان ترن 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 لا ها وقف مهدل مهدل هني سلطان اغني ايه سلطان ضيعت اسمك مهدل هني لكم يا اللي جنوبا من المشروع تسيرون في ذاك الحواير والامثال ويا ليتني في رخصتي ما خذيت اسبوع قضت كلها وانكفت متكدر بالي هني لكم يا اللي جنوبا من المشروع تسيرون في ذاك الحواير والامثال شوف شوف الله يحييك ان شاء الله ان شاء الله يعطيني 10 من 10 ان شاء الله يا رب سلطان عطنا بيت هادي جدا هادي شلون جبت بها قرار ما جبت سمعتوه جاب قرار قوي اي قرار مره ثانيه كلهم غنوا المشكله انا شوف طول نفسي نفس هذه اي بيت واحد هني لكم يا اللي جنوبا من المشروع تسيرون في ذاك الحواير والامثال لا القرار الاول افضل يا منزل اي كان نغاز مع بعض يلا نجت مع بعضها راجع يلا يلا يا طريق من عنده اجلام يلا سبيستون يا طري علي شاطر يا رحم راشي من قاله يا طري علي والهضا يضيق في عيني أبغني لكم واحد ثاني عادي يا لبيه يا صوت دعاني وانا شفقان بس انا ما حافظه بس هذا تبون وازع لا يا لبيه انا بقيمك وانا قوم بجلك ابوي تكفى ابوي والله داعس على قلبي بس ارجع ما فيها هذي ارجع ما فيها انا ضحيت ببغلى شخص خغن انت شيخ اللي اعطيني الوجه دور عندي دور عندي اصبر 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 اللعبه لعبه نواف سته بينهم وازع سبعة بينهم رجال عشرة والله والله صوته زين عشرة صوته حلو ايه طيب ليش سبعة؟ وين وصلنا الحين؟ الحين وازع ما سلطان انا معطيني كلام خباز خلي سبعة وازع عد البيت اللي اولى اللي تو قبل ذا يا لبي صوت انا شوف دقيقة قرب اي ثاني ما ادري شو بس يا لبي ما عاد يا طريق لا لا يا لبيه يا صوت دعاني وانا شفقان اسمع شفت عيد مره ثانيه تبون يا لبيه يا صوت دعاني وانا شفقان ولد ذا ترى المكان غير عليه برزيز هذا التقييم والله اني ضايق بالخلايا بالخلايا عظميه شكهم بقى طيب يلا ابو معجب عزوز يلا هو معجب سم سم حبيبي لا تنهت يوم جيت استاذنك بروح دي
شيخ لمك وابوك وجال من جابوك في الجنة ترك تزيد همي همي وتزيد الجروح جروح وتحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة. سلام جاهد جاهد عطنا نزول دقيقة دقيقة نزول عطنا نزول شوي نزول نزول واليوم في صحراء الظما لا 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 نفس الشيء لا وش وش اول بي اول شطر حبيبي لا تنهت يوم جيت استاذنك بروح دخل امك وابوك اربعه حبيبي لا تنهت يوم جيت استاذنك بروح دخل امك وابوك وجال من جابوك في الجنه ترك تزيد همي همي وتزيد الجروح جروح وتحرمني من الضحكه وتجبرني على الونه. يلا عطنا بيتين احنا عارفين صوتك ومقيمينك. خلص كله حتى الاجرام. محمد ما سمعنا منه دقيقه اول بالدور ما عندي انا نفس الشيله جواب وقرار يعني مثل حنا باقي إيه؟ نفس الشيله مو تغير نفس الشيله خلو اسم جاني كلام اني ما كنت كذاب واني محملك الشقا والاسيا واني ابيع الود وابيع الاحباب يا اخي حرام اللي تسوي فيا قرار. يلا الحين عيد الاغنيه بس بصوت هادي. اني كلام اني معك انت كذاب واني محملك الشقا والاسيه واني ابيع الود وابيع الاحباب يا اخي حرام يا اخي حرام اللي تسويه اكذب اقول خلاص 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 يلا اسمعوا دور باقي محمد عقب اجلس لا اسمع منك اجلس ما نقدر صفر عقب ما في غير محمد عقبين ما عاد فيه يلا صمت 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 صدع حل نقول مو انت اللي عليك احسن صوت يلا يلا شيله اطلق شيء تشيله العشق كله لو جماش ذره واللي في قلبي لك ملايين ذرة إحساسي لك وكيف تعدى المجرة في هالفضا شياد لنفسه مجرة أحبك أبو نورة أعطى اثنين سعد ها من قال صفر ما حد اخذ صفر ترى ما اقدر والله ما اقدر يا محمد والله لو ما والله ما في ابوي مشارك معكم ما اعطيته الله يقلعهم صفر ها هذا ما خلاص الحين بنعلن وين الورقه خلاص خلوكم هنا سولفوا شوي سولف حلو بنت شباب خلاص نواف عطهم ماني مجازيك لين نجيك يلا هدا هدا عطهم ماني مجازيك استر عليك محمد محمد ها وش رايكم الشباب في الاصوات حلوه طيب محمد رح وراك شوي شوي لا ابدا دقيقه بعدين خلهن ابدا مره خلاص خلاص محمد خلاص طيب نبدا اول واحد منهم احنا غلط اصبر اصبر
أول شيء حاسب على قرار الجواب والإحساس والإحساس أهم شيء ترى وعلى الارتباك وش معطيني معطيني كنز أنت على رفعة الصوت والله يجوي كنز الكلمات والكلمات ترى لها دور كبير بعد بندر لا احنا قيم اصوات ما قيم كلمات طيب احسب لي احسب لي احسب لي بندر بندر علي اعطيته 7 من 10 طيب سبعة. انت اعطيته 7 من 10 انا اعطيته 6 14 15 16 17 18 16 20 21 احسب 9 30 30 اكيد 29 21 29 30 30 من 50 ها خليها من 50 لا احنا أربعة كل واحد اخذ 10 ما جاي 30 من 40 كذا كذا لا صح 30 من 40 بعدين نفصل نقول محمد عطى كذا فهمت تكون الورقه هذه 30 من 40 طيب من اكتب من لا لا من يلا عشان عشان تعرف الثاني من محمد محمد 3 5 11 محمد الملح كم 11 من 40 11 انا حاسب 11 نواف بن فرزان 6 5 11 19 فرزان 27 من نواف بن فرزان كم 27 من 40 27 من 40 حلو طيب مناهي مناهي 11 15 22 22 23 23 طيب 8 15 و9 24 والله حرام هذا الصوت هذا ما انا ما قلت له حرام مستبي يعني لا يا انس اكثر واحد مو زعلان لا تسالت مو زعلان تخسر فيه مو زعلان غلط لا اعطيت الصدق انا صدقك كل مساعدينها يا ريقي انا التقييم من 10 لا انا اقول اكثر من زعلان تقول زعلان تخسر فيه عادي لا اعطيه حقه اعطيه حقه اقول كذا اقول كذا انا اي مو بزعلان يعني حتى لو تعطيه حقه مو بزعلان نعبي هوا ترى نعبي هوا يعني ايش دخل على الهوا يعني مش كمل لا تكون بيننا كمل لا تكون بيننا امشي بيدين اللجنه ها طيب اللجنه قاعدة عزيز من يفرقوا بيننا صدق طلعوا صدق يا جو 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 تقييم طيب كم عبد العزيز؟ عبد العزيز من؟ صغير 4 9 15 21 يا الربع اخصمني على انس كم؟ 21 طيب فيه بعدل التقييم انا نعم محمد ملح ما قال لك ها؟ طفي فارس وجه لي شكرا شوفوا شوفوا نواف العلماني النظاره 50 بيت وانا شايف رياض ذمه ضمنها اقسم بالله تقول برايه قول ولد حبيت الكعبه قول والله انا مع عبد يا جماعه نقاط البرايه تصرف لي اشوف روسه ما قلت انا ابو كان روح لا نواف العرماني اجي شوف انت قدام الكاميرا شوف شوف لي هب يا شوف لا شوف شوف عليان اسم منظمين يا وان هب يا الحماس اصبح ادري يا ادري يا صح تقول شوف 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 الخطه هي اللي هي بصدق نسحب كل نسحب كل كاركتر نسحب كل نسحب كل نسحب كل تكفوا متعب قعدوا تعبوا شوف 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 ليك يا برقن سارة أربعة وخمس ترى هذه الرياضيات جيد أجيكم ها نطلع كلنا برا في الهواء نطلع كلنا لا لا ماس لا أطلع أقرأ الناس تلقبها يمكن طلع أبو مسر تو لا أنت ما قبل أصلا الله يستر الله يستر مندي
ما قبل الأخير أنا بلعب أنت عبث راشد راشد شغل موسيقى لين أنت كم قاضي من قاضي قاضي تطلع نتيجة أوب 7000 توز توز يس جلسات نقاط الجلسات يس 7000 وين فيه وين يقول رجع علقوا ورقة علقوا ورقة بلها ثلاث هاي بشك يا رجل انا كان والله في ناس شرب انا والله قويه انا 3000 انا 3000 انا ما ادري وش ما شاء الله تبارك الله انت شو كم 700 انا كم سلطان انا شفت اللي فوق انت وباقي معك ترى بكره مغرب يعني والله مستمر الجلسه ها انت تدخل المباراه باقي معك لبكره مغرب تدخل المباراه ايوه في ذمه لا 20% منها 20% تروح تدري 7000 شلون شلون كل 1200 ها تدري كم انت قاعد محسوبه كله راح يعني تحسب من ضمن البرايم ولا خلاص ايوه تحسب كل 1000 فيها 200 للبرو كل 1000 1000 فيها 200 تروح برو ولا غير يعني 7000 5000 فيها 1200 تقريبا او 1400 تروح للبرو يعني البرايم دخلنا مو تصفى 1006 الحين معك 1006 نقطة 1006 تدخل البرايم 1006 طيب برايم اذا دخلناها دائما معك تصفر ولا ايش؟ 1006 ذاك اليوم كم 2400 لا بس يعني 4000 الحين 6000 اليمين كلها داخل النقاط هي كم هي 6 الكم 6700 6 ويقول 700 بس يقول كليب يقول باقي معك ابو كم مغرب 6 تخش 7000 بس هذه هل مين محسوبه مع ابراهيم 200 ودي كم مغرب 700 نقاط كم في ابراهيم 1200 منها وش هذه النقاط هذه نقاط مستثمر شباب حقيقه زاد 1200 حذر ما ادخل برنامج منها 1200 اي حلو حلو 6000 1200 نقطه ما شاء الله كان 1000 6000 ما شاء الله لا المره 6000 بس انه ما حد العرماني على جلسه قاعد يتحدون 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 لين خذها 5000 مثل اذا اشترى عطر روز هيل بقى معه 900 الحين معه 5950 F20 جا 5050 يعني تشعر بالثقه العاليه والتميز والتفرد تحديدا روز هيل من سفار اوصيكم فيه بما تقول لما تقول اسمه بالعربي اف كم؟ اف 20 يعني اف 20 قول اف 20 هسه بغلط ما بنز لا عارفين الناس قول اف 20 كم مع الدبل سي ها اف 20 20 اف كم اف 20 20 كم مع الدبل سي اف اغبي اف 20 سنه ب 2000 و800 لا كم 2000 كم بقى معك 2000 والله ما ادري اول شريتها والله انا ماسكني انا شو مهن ليش شريت الارض ما شاء الله انا ناوي نشتري بس ما ادري ان الارض صغيره انا كان ابغى ارض كبيره كان ابغى احسن حق نفس حق المذهب يوم قلت الارض صغيره ما بشتريها بس مو مخلينا اكيد الحمد لله شريت الامور طيب العب ابدا ابدع واغني الحرف يزودون نقاط يزودون نقاط بس الحين ندخل في 200 برايم صح؟ مستثمر تدخل بسبعه تشتري بسبعه والله لذلك انا زين ما شاء الله أدرك أنهم برايم يعني ماني معنا قوة ثانية نصيب معي الحسبة جلسة البرايم القرب ما فيه يا ناس من توقع يا شباب توقعت لما نعطيها جو شوف شو اسمعوا شباب من توقع اسمعوا نعطيها جو من اللي هوز ياخذ اول يقول الله بيض وجهكم وبيض وجه اللجنه وهذه عندي فوزي هايو هايو اللجنه يا الله ان شاء الله انا الاول ان شاء الله ان شاء الله هني الاول ان شاء الله يلا يا كريم اي مركز طبعا الجائزه كم في 13 اول شيء اول شيء نعلن المراكز الاولى اول شيء نشكر مناحي على الفقره والفكره اي والله صفك شكر خاص دقيقه صح صفقون دقيقه صفقون للاخ اوعدكم وعد ما فيها حد قيم مجامله او قيم لان يبي هذا يفوز ولا هذا كل واحد قيم باللي في خاطره طيب نعلن عن المركز الخامس الاول الاول ما شغل خامس ما شغلناه احنا اخبار المركز الخامس
وين راح؟ ان شاء الله كل اول ان شاء الله موجود موجود. خمس يبدو انه متوتر. صح؟ المركز الخامس متوتر علي. الساهل 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 عاش علاوي عاش علاوي عاش علاوي. استريح علي. المركز الرابع وينه؟ وينه المركز الرابع؟ فرزان وري عليها شباب. ورني عبد العزيز مسفري. طيب المركز الثالث اكيد انا. وزع على الشباب. واكدنا على المركز الاول والثاني والثالث وهما جبلين كبيرين أعمدة صغيرين في عقولهم أعمدة هذه القرية أغبياء وأصحاب. إن شاء الله أني ما أخرجوا أغبياء جدا. دقيقة تعال يا مهذل وتعال يا سبا. لو ما أخذنا عليك تعالوا 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 عليان ازهل عم دقيقة نوال يحرم عليك دقيقة سمعتني ايه كيف نادون يا اخو دقيقة ازهلهم عندي دقيقة يلا تعال خليه يصرف انا دقيقة صفوا صفوا لجنة جامل لجنة مجاملة ما عندنا تسقطوا اللجنة اسمعوني لا تخلوني احرجكم واطلع اصواتكم لا خلاص تبى عطنا بيت وهو يشل نفس البيت اسمع خلنا نبدا انا قبل ما نبدا عندك تصريح انا اقول فنجاله مشروب كفو ايوه عندي كفو واذا ماني بالاول ايه. انا ما عاد اشيل صوت كفو ايوه 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 عندي تصريح صرح والله ما بعد خذاها علي في النقاط اللي في الخصم البارح 15000 اخذها بعد ايوه ودي اخذها 15000 وش تدي له بيت الحين حاضر صوت جمال ولا كذا صوت بيت قوي بيت صوت بالصوت حاضر اي بالصوت حاضره اي بس ادخل الصوت صوت طبعا صوت ولا بيت بيت قديم بيت لو انه على خلنا بدابه على موضوع بدابه يلا بدابه بدابه يا اخي يقول اللي وين وين واللي يصير يصير يا حضار نضى والناس بالطاشه عاشق خلاص رد عليه قال انا عودت في شربة الفين قال اطلق شنب مشروب تتوقعون من الاول من الاول هو المكرر من العيال عند عليان اعلمكم صاحب المركز الاول صاحب المركز الاول يا شباب يستحقها بكل جداره وقدره صدق عاد ضربتين البارح بمنصور وذلال انا ما تصلح لا 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 ما يذل هل حنا منصفين ولا لا؟ منصفين نعم نعم اطلق شرب مشروب الفنجان ونعود في شرب الفنجان والله ذمة ما لا 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 نواف 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 انت شوف انس كمان انس انت خبر انس وخلاص شوف انس لا لا هل ترى ان منصبين من ناحية باقي باقي يلا جارديني بالدرجة اسمع العاد عليان 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 اسمع وين 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 يا عيال دقيقه عندك كلمه عندك كلمه يا عيال يا عيال عندك كلمه عندك كلمه اسمع اسمع الدرجات عليكم عندك كلمه اسمع فارس دقيقه رجع عندنا لكم اللجنه
يقول يا لجنة التحكيم أنا بوجدكم نفاق الدنيا عليكم يثور غبار أنا فوق تقييمكم تقييمكم أنا غير عادل ولجنة ظالمة طبعا تسمعون تقييمكم هو أسوأ تقييم أسوأ تقييم طال عمره ما أبغى أسوأ لا أدنى أدنى أول واحد 18 من 40 هو من وازع أنس للأمانة أنا أنس عطيته أنا يا فارس أقل تقييم عطيته أنس أنا بس الشباب يعني ما أدري عنه أقل تقييم 18 من 40 أخي الصوت يعني محمد الملحم أخي الصوت ممتاز أخي الصوت حلو نواف راشد الله ها خل واحد يقيم صوت والله مركز الثاني وش هو هنا يا عيال التقييم شباب دقيقه معلش اترك المنصه اترك المنصه شباب سريع 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 لا سريع بعلنا 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 اللي حصل على هو اعلن على 18 صح 18 شخص واسم آخر ينافس محمد ملحم في دنو الدرجة من تتوقعون؟ أنس بندر محمد من راكان السهل هذا عندنا صوت نجي إلى اللي خذا والله عبر أصلي تكفر الدرجة العشرين من 40 20 من 40 20 من نواف مدري العرماني الظاهر مدري نواف الفرجان اما اللي فوقه بشويه انا احتفظ به كلكم لا لا ترى ايه ترى صوتك كان ابره ايه ترى كان ابره هذا يلا انا مثل ما قلت انا هذا خبيل ذا يلا خذ لحظه برايه